أمسينا أمس الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناة المعاش اليوم يوم 24/8/2024، وتعالوا نشوفوا بيع وشراء قبل المغرب بساعة يا جماعة. اهوت عجمية بقر لحم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. أنا بنشتريه، أنا الأساس فيه والله. عامل ايه الجو؟ عامل ايه النهارده يا فخري؟ فخري لحم ايوه يا بابا. تشتروا بكام يا فخري؟ 37. الله اكبر. الناس بتشتري ب 6000 والله يا رجال. لحد والله كفر دور ال 40000. 37000. اللهم صل عليك. الله اكبر. الله اكبر. معلم عبود طبعا شويه عصير قصب 100 100. الله يبارك لك عبود. الصعايده المحترمين اللي بياكلوا عيش بما يرضي الله، الله يستحقكم. اسالك يا حاج وقويكم. حاج ابراهيم عامل ايه يا غالي؟ جو عامل ايه النهارده يا حاج ابراهيم؟ خدت حاجه ولا لسه؟ هو قال مشتروا حد 37 وهو مش راضي. معلم ابراهيم الخول يا جماعه ابو حمص الله يبارك له، العجميات اللي تحت العشر، اكبر تاجر في ابو حمص الله يبارك له. الشيخ محمد صلاح طبعا الفل، عامل ايه يا شيخ؟ حاج عبونين الله يبارك له. حاج سعيد ماله، هو عايز كام يا حاج عبونين؟ ده 2100. هو عايز كام؟ 37. وانت بتقول له 6؟ عايز 37. زي ما انتم شايفين يا جماعه هما البيع والشراء شغال اهو. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليك. انت ولما اخويا يا جماعه انا في علمك لما صورتنا بالحول انت منزل لحم يا فخي. بسم الله ما شاء الله. تاجر ولا جناه صح؟ تاجر يا باشا. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. انا مش جاي التشاري، انا كنت اروح زي ما تقول. والله انا كنت اروح زي ما تقول. لسه نازلين على الله. اتكلم يا عم معاه شابة صلاة النبي عليها. الله اكبر، اللهم صل عليه كلمة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يا عالم بولد على الله يا اخي. على الله كله. على الله يا باشا. بسم الله ما شاء الله الشاب، اللهم صل عليه كلمة. ما تسمعونا كام يا رجال؟ 46. بسم الله ما شاء الله. لحم ولا عشرة؟ لحم. بيع والشراء 46. بسم الله ما شاء الله. امال انت عايز كام يا صاحبي؟ انت عايز كام؟ والله انا عايز 50000 من عند الله. 50000 من عند الله. يا عم انا هشتري معايا بكام؟ ولا قلت له حن ربنا 50000. مش حايل يا حاج، لا ده انا مش شاور، ده حاجته والله، حاجته. ما انا عارف والله انت قاعد انا حاجته. امال ايه يا فاشا؟ صلي على النبي شويه بس. واسيب انا اخوك من خير على راسي. مش عارف ما حدش يشتري منك ولا يقدر يجري منك. هسه تحصل مصرف براحتك. الله اكبر. كله بيرزق من فضل الله يا حاج، كله بيرزق من فضل الله. اللهم صل عليك. شاب صلاة النبي عليها. الله اكبر. مش عارف انا هنسميها ولا مش عارف. اللهم صل عليك. ذهب يا قام رد بلا واسيله كده في ايدك. سفينه ما تمشي عليها لما تخاف. انا على سمك حقها بقى، مش داف خد سيبها في ايدي. مش عايز لما مسكتي هرجه. هات يا عاطف مليون. انا هو عم لك ما تخافش، هتاخد فلوس الله يجنك. تاكل من الحوش يا عم. انا مسوق لك عباية حاجة بتحشي في الفريق. الله يعين الحاج ولا ايه؟ الله اللي ماشي. امسك كده يا حاج، امسك كده بسرعة. السرير تعرف كم يا صالح؟ بسرعة السرير 46. عم الراحة دي سمعوا في 12 طلبتنا يا
انا عارف انا كنت بشتري باربعة والله يا حاج. جبت واحد بيشتري بستة بحتيله بحتيله انا عاتب بس وقف 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 طب انت الراجل يا عم الله اكبر امال هم بيفطسوا فالي بيربطوا عليه بس هو شوف خيمهم عاملين حبيبي الله يبارك لك يا غالي بس هيدقوا على مين يا عم ماشي الله يصلح حالك احنا دقينا على العالم كله اي والله ادينا رقمك يا اخي فرنوه يابا اي والله 010 95 2 9 3 3 7 6 الاسم يا اخي رمضان البرعاسي يا باشا المعلم رمضان البرعاسي شيخ رخيت محل فرنوه الله يبارك لك اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواج اليوم بالله عليك تعمل مواج الله يصلح حالك وحال الجميع كم راجل بيشتروا فيها يا جماعة اهوت وعملوا لحد 46 وعايز 50 ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب اللهم امين اللهم صل عليك يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بس خير يا فخي عامل ايه بسم الله ما شاء الله نتايا شعاري جمول كم يا فخي بكام بما يرضي الله اي ده جاي من الدار والله جاي من الدار ما اتعملتش طب نعمل قد ايه في الدار ونعمل قد ايه هنا برضه عرفنا 23 في الدار وهنا ب 20 وهنا بكام 20 الله اكبر يعني كان معاك 23 في الدار قلت نيجي السوق يمكن نلاقي الزياده لقيتها قال بدري ها لسه بدري الله يصلح حالك يا فخي بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين سنعيته مية فيخم دو يا يا عم على اثنين خدها هي غصب حاجة كل كده نحن ايه يا ريت والله يا ريت والله صدق منور اللي عايز ربنا هيوريه لنا يا جماعة أمة لحم دولة لا يا باشا ده عيون لسه يا باشا اقعد ساكت هو هياخد يا باشا هم كم مفروض ادك على بيع والشراء شغالة يا جماعة ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين يا حاج محمد زعلان ليه كده صباح الفل عامله ايه الشابه الحلوه دي يا بتاعتنا جنيه ما عملتش هنا يعني الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين المال صلاه النبي عليها الله على راسي يا غالي حبيبي ما تنسوش ذكر الله ورسول الله ربنا يبعد عنكم عننا البلاء يا رب اللهم امين الله يكون اشتراك لقناه المواشي اليوم صباح الجمال ايه الحلاوه دي بسم الله ما شاء الله الله اكبر كام يا فخ 55 عجل محيره والله اكبر بسم الله ما شاء الله كام البيع والشراء فيها يا فخ 52 وهو عايز 55 الراجل الله اكبر 52 البيع والشراء بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر
تاجر يا فخم ولا غناء؟ منين حضرتك؟ كفر الشيخ؟ انستوا نهارتوا في البحيره بتوع كفر الشيخ، انتوا ناس محترمين، الله يقويكم ويعينكم. موجود زيه عندك يا فخم؟ ادينا رقمه 010 66 39 76 11. الاسم يا فخم؟ احمد عثمان. معلم احمد عثمان كفر الشيخ، الله يبارك له. حاج محمد الله يصلح حالك يا حاج محمد. حاج احمد الله يصلح حالك وحال الجميع، احسن راجل يا حاج. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المهاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.